السلام عليكم احبابتي، نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم غادي ندير لكم قلب اللوز بالفرينه، وصفه جديده ونتمنى تعجبكم ان شاء الله. غادي نبداو على بركه الله. انا ديت هذا الكاس، غادي نعبر به الفرينه، نعبر به السميد، نعبر به السيروت، ونوري لكم. هذا الكاس يوزن 130 غرام، 130. دونك درت 3 كيسان فرينه وكاس سميد، نص عصير تاع ليمون، مغرفه تاع الجلال، 100 غرام تاع زبده دهان، زوق، حبه بيض، نص باكيه تاع خماره تاع 11 غرام، دونك نصها خماره تاع حلوه، لوفير كيميك، باكيه سكر فانيي، باكيه لافاني، كاس زيت، نص كاس. هنايا درت اللبن باسكو ما عندي نورمالمون ديرو علبه ياغورت، انا ما عنديش الياغورت، درت اللبن، درت نص كاس، وغادي نضيف له زوج مغارف تاع سكر. ولا درتو الياغورت اروماتيزي هذاك يجي حلو، ما ديروش السكر، وشويه نوا د كاجو بور لو ديكور، ولا المكسرات اللي يكون عندكم. للحشو بيحلكم زوج كيسان تاع مكسرات اللي يكون عندكم، هنايا مخلطين، بيحلكم ربع مغارف باردون تاع جلجلان، 4 كويير دو تيزان، زوج مغارف سكر كبار، مغارف كبار، زوج مغارف تاع قهوة تاع كاكاو، ومغرفة تاع قرفة تاع قهوة توجور. غادي قبل ما نخلط غادي نوجد السيرو قبل اللي راه يغلي. درت 3 كيسان توجور في كاس اللي عبرت به الفرينة، عبرت به السميد، نعمر به الماء. درت 3 كيسان ماء، اون غوندال تاع ليمون، اون غوندال دو سيترون، وغادي ندير زوج كيسان ونص تاع سكر. غادي نعبرهم قدامكم. راني قلت لكم الكاس يدير 130 غرام، ندير قريصه ملح. انا اللي نبدا ندير في حلويات ولا ندير قريصه تاع ملح. غادي نديرها تغلي، من تغلي وتكمل من نطفي عليها فرنو نزيد عليها زوج مغارف كبار تاع ما زهر. غادي نبدا نخلط على بركه الله. نبدا بالدهان، بالزبده، بلو بوغ، بلو بوغ يكون طري، يكون شويه غامولي باش يعاونكم في التخليط. عندي ندير لافاني، قلنا زوج مغارف سكر، البن ولا الياغورت يكون عندكم، الزيت، عصير تاع الليمون، الجلال، الحبة تاع البيض. غادي نخلط كل شيء. غادي نعبر كاس فرينة، فوالا غادي نزيده، وندير كاس تاع السميد، من خلصنا كل شيء و فيغ مزيغ نزيدو الفرينة.
parce que ça dépend de la farine. كاين اللي تدي ثلث كيسان وكاين اللي ما تديهوش كاع، دونك تخلطوا غير بشويه. غادي نخلط بيدي ونعجنها كيما هاك. هيا من خلط شوفي كي تولي. غادي نضيف لها الخماره، الخماره خلوها هي التاليه، قلنا نص باكيه. فوالا، بعد ما خلطتها غادي نغطيها ونخليها 30 دقيقه تريح، اون دوميا 30 مينوت. فوالا لاباط تاعي ريحت، غادي نبدا لافارس. غادي ندير المقادير تاعها، السكر، كاكاو، كانيل، قرفه، والجلجلال ميغان دو سيزون. خلطهم مع المكسرات. غادي ندي شويه عجين، ان تيير ا ببري هاد الثلث هكا، خلطه مع لافارس. شوفوا كي تولي لافارس، تولي باتوز هكا. غادي انا ندير نستعمل هاد البلا، يدير 23/30. درت له الدهان جلي بوغي، وغادي نقلع على موتي تاع هاد لافارس تاع لاباط. سمحولي ونديرها هنا، نديرها قاعده لو فون. غادي نقرصها مليح، على البروميير كوش غادي ندير عليها لافارس. زربها كاع كيما هاك. لا دوزيام بارتي تاع العجينه، لا دوزيام بارتي ديت البابي دو كويسون. غادي ندير لها لا تراس تاع البلا. غادي نحلها على حسب الكاري اللي درتو هذا. هلا غادي نقلبها، سقمها، سقم لي كوتي. هلا غادي نقصصها، جو في لا كوبي.
غادي نقصصها دي كاري. وغادي نلقشها بالنقاش. المطيش ديروا على حساب معرفتكم وعلى حساب لوغو تاعكم. بعد ما نقشتها كما كنتم تشوفوا غادي نزوقها. شي فيها لي ديكور هاكم تشوفوا. هاو راني كملت الديكور. غادي نديرها طيب في الفرن يكون بريشوفي 180 دوغري. خليها تحمر مليح طيب فيها رضها ونولي لكم. ها هو القلب اللوز تاعي راه طاب. غادي نسقيه دا محامي. جو في لاغوزي طون كي لي شو. شوفو كي راه شباب دوغي. هاهي شاهد القلب اللوز. نتمنى لكم تجربوه وتردوا لي الخبر. غادي نخليه يبرد ونتلاقاو من بعد ما قصصتو. ها هو لي قلبة اللوز تاعي بعد ما قصصتو. شوفوا كي راه شباب. نتمنى هاد الوصفه عجبتكم. ما تنساوش الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس باه يوصلكم الجديد. نقولكم صحه فطوركم صحه سحوركم والسلام عليكم.